مع اقتراب بدء العام الدراسي تعود الحركة من جديد في شوارع وسط المدينة، حيث اعتاد المواطنون على شراء المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية من شارع الفجالة على مدار عقود. بقالنا سنتين أسعار هادية عادية جدا، مفيش أي حاجة، مفيش زيادة، ولك زيادة وكذاب. الإقبال السنة دي ضعيف عن السنة اللي فاتت عشان خارجة عيد وبتاع، ولسه ربنا يسهل في العشرين يوم الجايين هيبقى فيه إقبال زيادة إن شاء الله. أنا باجي أصلا الفجالة عشان كل حاجة موجودة وبتبقى نفس أسعار فعلا مخفضة كتير جدا عن بره. الميزة إن أنا بلاقي تشكيلات وأنواع وكل اللي أنا محتاجه، فما بحاولش أدور على حاجة تاني بره. أنا جاي من الأقصر على فكرة، يعني الأقصر وأسوان وهنا وأسيوط وسوهاج وكده، بيجي ياخدوا من هنا كلهم الحمد لله. يعني تحضير أنا بالنسبة لي كمدرسة تمام، متفاوتة في الأسعار من العالي للأقل شوية. في طبعا الكشاكيل العادية اللي هي مثلا ممكن نشتري من هنا بالديست للولاد أو كده، بتبقى أسعار حلوة جدا. كتب الخارجية، كشاكيل بالجملة، كل الحاجات اللي بالجملة بنلاقيها هنا. في السنوات الأخيرة لم تعد منطقة الفجالة الوجهة الوحيدة لأولياء الأمور، فمع انتشار معارض أهل المدارس بالمحافظات تشهد إقبالا لافتا من الجمهور بسبب تنوع المعروضات بأسعار مميزة. الزبون بينزل بيروح الفجالة، بيجي المعرض هنا، حاسس بفرق شاسع جدا ما بين الأسعار هنا وأسعار في الفجالة. أسعار هنا كويسة. الأقلام الرصاص سعرها أقل من السنة اللي فاتت بكتير، والأقلام الجاف طبعا سعرها أقل من السنة اللي فاتت بكتير، والكشاكيل أقل بكتير جدا. احنا بنقدم نسبة خصم عالية جدا، مش هو بيقولوا 30%، احنا بنقدم 50% خصم على المنتجات الأحذية والأولادي والرجالي وحاجات تناسب الجامعات. هنا الأسعار لا، في فرق تقريبا 50%، واخد بالك؟ شايف في منتجات غذائيه برضو موجوده. الاقبال كله عارفينه، عشان السندوتشات اللي هم بيعملوها وهم طالعين على المدرسه، والحلويات والفطير الصغير بيحتاجوه، والباتيه برضو شغال حلو. اختلاف طبعا المنتجات بتبقى دي حاجه كويسه، بتدينا فرصه اكتر اللي احنا نعرف نشوف الخامه، هذه الخامه كويسه، الخامه في جوده اعلى، في جوده اقل، الكلام ده. الحاجات اغلى من السنه اللي فاتت. اولا في كشاكيل على طول بصفه دايما المدرسين بيطلبوها مننا، طبعا الطاق طاقين. انا الكشكول كنت بجيبه اللي هو السلك 80 من بره، جبته ب15، هنا جبته ب8 جنيه، فرق جامد جدا. والشنط واللانش بوكس والازايز وكل الحاجات دي اسعارها غير اللي بره خالص تماما يعني. ويفضل البعض شراء مستلزماتهم من المكتبات الكبرى نظرا لصعوبة إيجاد بعض طلبات المدارس الخاصة أو ما يعرف بقوائم السبلايز. المكتبة أصلا إحنا 3 أدوار فيها كل اللي حضرتك عايزه من الألف إلى الياء، زائد إن إحنا أي حاجة من ضمن السبلاي ليست عندنا موجودة، كل حاجة عنه، زائد الأسعار، زائد إن إحنا بنعمل خصومات لمعظم العملاء. أنا بحب مثلا أجي هنا عشان هي قريبة من البيت، وفيها الحاجات أكترية الحاجات اللي أنا ببقى محتاجها، وبتبقى أسعارها برضو مناسبة يعني. بيبقى طبعا طالبين مننا حاجات معينة في المدرسة، فبنقدر نشتريها بأسامي الماركات بأسامي معينة، فبنلاقي في المكاتب الكبيرة. عام ناتل وآخر يتكرر المشهد باختلاف أبطاله، حيث الاستعداد السنوي للدراسة وفرحة بالعام الدراسي الجديد تكتمل مع شراء المستلزمات المدرسية. علي عامر، MBC مصر.